ضربة ركنية لمصلحة الهلال، لعبت أمام مرمى الأهلي، في الأخير التحول إلى خارج أرضية الملعب. الفرق العربية الثلاثة الحاضرة في هذه المجموعة مع شبهان الإيراني القطري، والكرة جول جول الشمراني كمان وكمان مرة أخرى، وناصر الشمراني والرأسية مباشرة في مرمى الأهلي، وبالتالي تصير 2-2. الشمراني ولع المدرجات، الشمراني رفع الغدر والعقل، وبالتالي الشمراني الآن أمامك مرة أخرى. رأسية الشمراني يتعادل فيها للهلال، على أساس أن الوقت المتبقي من المباراة راح يبحث أكيد الفريق. شوف 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 ولاحق معاي الكرة يا ما تحولت أولا الرأسية، وبعد ذلك سيف يوسف. شوف شوف الأولى وشوف الثانية اللي حولها البرازيلي، لكن السيف يوسف يوم ما قطع الكرة وصلت إلى ناصر الشمراني. دبي الشمراني في